هذه المحاضرة بعنوان أحكام وبدع التلاوة، وتأتي أهمية هذه المحاضرة في أنها تتكلم عن تلاوة القرآن الكريم، وهو أحسن الحديث وأحسن الكلام، كلام الله سبحانه وتعالى. وأول ما نبدأ به فضل تلاوة القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فالقرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وقال عز وجل: ورتل القرآن ترتيلا. وأيضا كما جاء في سورة الجن أنهم قالوا كما قال الله عنهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فانظر كيف وصفت الجن كلام الله سبحانه وتعالى بأنه عجبا، قرآنا عجبا. وقوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وغيرها من الآيات وغيرها من الآيات التي تبين فضل هذا الكتاب. أما الأحاديث فقد جمعت جملة منها وأقرأ عليكم سريعا إلا ما احتاج إلى شرح أو تفسير يسير، وهي الأحاديث التي تتكلم عن فضل القرآن وفضل تلاوته وجزاء من قرأه أو حفظه أو عمل به في الدنيا والآخرة. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. متفق عليه، يعني خير المؤمنين الذي يتعلم القرآن ويعلمه للناس، هذا هو خير المؤمنين. وهذه منقبة وفضيلة عظيمة جدا لمن تعلم القرآن أو علمه للناس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. رواه مسلم. وتعلم القرآن خير من الدنيا وما فيها. فعن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان، وبطحان موضع بالمدينة، أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين. والناقة الكوماء هي العظيمة السنام، سنامة كبير، ودي كانت غالية جدا عند العرب، أغلى أنواع النوق عند العرب هي الناقة الكوماء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: من فيكم يحب يمشي إلى بطحان أو إلى العقيق ويجي راجع بناقتين من أفضل النوق، يمشي يجيبه بس ويجي ولا يدفع ولا كذا ولا كذا، قال: في غير إثم ولا قطيعة رحم، يجيبه بالحلال. فقلنا: يا رسول الله كلنا يحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو فيقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. الآيتين خير لك من الناقتين دي. هسه تمشي المسجد تتعلم آيتين خير لك من عربيتين. لو واحد قال لنا اديك عربيتين
أو تتعلم آيتين. الناس بيقولوا شنو؟ رواه مسلم. وعن أبي موسى قال قال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، نوع من الثمار تشبه كذا الجوافة أو الكمثرى، ريحها طيب وطعمها طيب. المؤمن اللي بيقرأ القرآن زي الفاكهة دي، ريحته طيبة وطعمه شنو؟ طيب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، طعمها طيب أو حلو ولا ريحة لها. التمرة طعامها حلو لكن ما عندها ريحة حلوة. طيب، يعني أقل من الأترجة في هذه الجزئية أو في هذا الوصف. قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة. منافق مجرم لكن تلقى حافظ القرآن أو يقرأ القرآن، دول بتاع مظاهرات، معلق له حجبات وكمون، مجرم لكن يقرأ القرآن. قال: مثله كمثل الريحانة ريحته طيبة لكن ما عنده طعم، هذا المنافق. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. عشان كده بتلقى أئمة كتار في الزمن ده بالذات، واحد تلقى حفظ القرآن صم ويقرأ لما الناس يبكوا، لكن تلقى منافق، منافق إذا تكلم يضلل المسلمين ويضلل عباد الله سبحانه وتعالى، يقول لهم أنا بعلم الغيب أو شيخ فلان بيعلم الغيب أو الحجبات جائزة أو دعاء غير الله بيجوز، ويجوز الكفر والشرك بالله عز وجل، وتلقى حافظ القرآن. هذا المنافقين. والحديث دل على أنه ممكن إنسان منافق يقرأ القرآن، ممكن يحفظه كمان. فما معناته أي زول حافظ القرآن أو بيقرأ القرآن معناته زول صالح؟ حديث دل على كلام ده، عشان ما يقول لك تقول لا ده يا أخي بيدعو للشرك دعاة شرك وعباد قبور وقوق، يقول لك لا يا أخي ذول حافظين القرآن وعلموا القرآن، برضه ممكن يكون منافق. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن. يبقى في منافق بيقرأ شنو؟ القرآن. طيب، وعن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. خرج ابن حبان وحسنه الألباني حسن لغيره. أي حديث بذكرنا صحيح. طيب، قال: عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وعن أبي سعيد أن أسيد بن حضير رضي الله عنهما بينما هو ليلة يقرأ في مربده. المربد هو المكان اللي بنشف فيه التمر، اسمه جناه معتز عندكم الآن بالإنجليزي بالبريطاني بالبريطاني. المهم مكان بنشف فيه شنو؟ التمر، زي المكان اللي بنشف فيه القمح أو بكوم فيه القمح، فبتاع التمر ده اسمه المربد. وسيد بن حضير صحابي جليل قاعد في المربد في ليلة بيقرأ القرآن، وده فيه فائدة إنه الإنسان يستفيد من زمن. لما تقعد تلعب في الواتساب تيدك 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 وفيسبوك وكله هوس ساكت، إلا القليل في الغالب هو هوس وغلاط في الفاضي. المهم بدل ما تعايل الشدة وتضيع زمنك كثير في الأوقات دي، حتى لو في وقت أنت مشغول فيه لكن جاء كده وقت فراغ، طلع المصحف وقعد أقرأ أو أقرأ من راسك. الصحابة كانوا كده والأنبياء كانوا كده. كان نبي الله داود يأمر بدوابه فتسرج، يركب فيها السرج والحاجات وكده وهذه الأشياء والرواحل، يقوم يقرأ القرآن نبي الله داود عليه السلام. والحديث البخاري قال: فيفرغ من قراءته إلى أن يفرق من التسريج أو من الرواحل، انتهي. ويقرأ القرآن داود عليه السلام ما أنزل على القرآن، لكن الحديث جاء كده، كان داود يقرأ القرآن. ما مقصود القرآن الذي بين أيدينا ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ما كان نزل في زمن داود ولم ينزل عليه عليه السلام،
وإنما القرآن هنا رجع إلى المعنى اللغوي. قرآن هو الكتاب المجموع، القرآن هو الكتاب المجموع لغة. فسمي ما كان يتلوه من الزبور، وسمي زبوره بشنو؟ القرآن، لأنه كان كتابا مجموعا بين دفتين. طيب، فالصحابة كان بيستفيدوا من زمنه. نحن الآن بنضيع الزمن في بتاعنا، معلش لي سيد العناية، لكن مثال يعني بنضيع الزمن في هذا الشيء. لو الإنسان بيعاين بالمصحف قدر الوقت اللي بيعاين فيه يوميا في الجلاكسي بتاعه والواتساب بتاعه الجهاز بتاعه، انت عارف بتحفظ القرآن بسبع روايات وتقرأ عن ظهر قلب. لو بس نفس الوقت، نفسه بس ولا تزيد كده، لاحظ انت في اليوم بتعاين للجوال ده كم مرة؟ الكبير ده بالذات تيتك 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 كم ويكتب، ويا اخي ناس بيكتبوا كتابة أطول من المصلاية ذات، والله ترفعها فوق كده ما بتنتهي، تدوس فيها تقول لك قراءة المزيد، ثاني ترفع. وبتعمل الفيسبوك ده بس تلقاه ماشيين لتعي طوالي، بس رابعين ماشيين صح؟ ما في حاجة، تيس ولد وما بعرف شنو وكله هاوس. طيب، قال: بينما كان أسيد بن حضير يقرأ إذ جالت فرسه، يعني نفرت، فرس بتاعته مربوطة بهناك بغادي، فنفر جالت فقرأ، ثم جالت أخرى فقرأ، ثم جالت أيضا. كل ما يقرأ الفرس بتاعته بتنفر، يسكت تقيف، يقرأ ثاني تنفر. قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى، يحيى ابنه، فقمت إليها فإذا مثل الظل، يعني السحابة، يعني كده لقى نازلة تحت فوق رأسي، فوق راسه عين كده لقى فوق راسه، فيها أمثال السرج، مصابيح، سحابة فوق راسه عين لقى فوق راسه فيها مصابيح مثل المصابيح، عرجت في الجو حتى ما أراها، بدأت ترتفع لفوق لحد ما خلاص ما شاف. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعبة كم يمشوا للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن الناس يمشوا للفقيه، واحد يحلم له حلم كيفه ويحصل له أمر، يمشي للفقيه، الفقيه ياكل قروشك وياكل التيس بتاعك ويوقعك في الكفر بالله لأنه كاهن. إذا صدقته، من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة في جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي. حكى لي القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا، قريت ثاني جالت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. قال: فقرأت ثم جالت أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير. فقرأت ثم جالت، ثلاث مرات، كل ما يقرأ فرس ثاني تنفر. قال: فانصرفت، وقفت القراءة، وكان يحيى قريبا منها، خشيت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج، عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تستمع لك، لو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. شو الصحابة ذلك كانوا يقولوا القرآن كيف؟ ملائكة تنزل من السماء تسمع قراءته الليلة، القرآن بيقوا الناس يتطحوا به. والله حاجات عجيبة خلاص. أئمة، وحيجينا الكلام ده من كلام السلف، كلام قوي شديد خالص، كلام الأئمة من السلف، ناس يلعبوا بالقرآن ويأكلوا به كسرة، ده كله حيجينا. طيب، وفي رواية: أما إنك لو أمضيت لرأيت العجائب. الرواية الأولى في الصحيحين، ودي رواية صححها الألباني في صحيح الترغيب: أما إنك لو أمضيت، يعني قريت طوال ما كان وقفته، لرأيت العجائب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبت عنده سورة النجم، كان بمليها وبيكتبوها كتابة سورة النجم، فلما بلغ السجدة سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسجدنا معه الصحابة رضي الله عنهم، وسجدت الدوات والقلم، المحبرة والقلم اللي بيكتبوه برضه سجدوا، الصحابة شافوه.
حديث حسن الألباني وأخرج البزار. وعن بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وتعلمه وعمل به ألبس والده يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس. اللي بيقرأ القرآن ويحفظ ويعمل بيه الشرط يعمل بيه وما يقرأ ساكت وتلقى معلق له كمونة وحجاب، يعمل بيه ويطبق ربنا يوم القيامة يلبس أبوه وأمه شنو يا جماعة؟ تاج، الأب تاج والأم تاج من نور. النور ده ضوء قدر كيف؟ قدر ضوء الشمس دي، فضي عظيم جدا. ويكسى والداه حلتان لا تقوم لهما الدنيا، ضخ حاجة عظيمة جدا. فيقولان بما كسينا، سبب شنو؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن، أن ولدكم يتعلم القرآن فكان هذا الجزاء لهما، أخرجه الحاكم وحسنه الألباني لغيره. طيب دي فضائل، بعض فضائل القرآن وقراءته. وعندنا الحديث من قرأ حرفا واحدا من كتاب الله كان له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. طيب بعض البدع المتعلقة بالتلاوة وقراءة القرآن الكريم، أولا التكلف الزائد في المخارج وإخراجها، دي من البدع التي نص عليها رسول الله بالمناسبة في حديث صحيح صلى الله عليه وسلم. في ناس بيبالغوا ذاته في القرآن، قيقوق يعني ذاته يخليك انت ما تنتبه مع المعنى بتاع القرآن، تبقى شغال معه كده، وده ما صحيح. ربنا ما أنزل القرآن لهذا التكلف والتشدد والتنطع والتشدق الزائد. سبحان الله، أنا تعجبت وجدت إنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا. فعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي من الصحابة، فقال اقرأوا فكل حسن، كل مقبول، وسيجيء أقوام، قال لهم حيجي أقوام بعدكم يقيمونه كما يقام القطح، وفي رواية السهم، يتعجلونه ولا يتأجلونه، وفي رواية الحمد لله. لما خرج لهم بقروا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله كتاب الله واحد، وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود، اقرؤوه قبل أن يقرأه أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله، رواه أبو داود وصححه الألباني. يعني شنو الحديث بالروايتين؟ يقيمونه، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح، وفي الرواية الأخرى كما يقوم السهم. السهم اللي ينطلق ده بيصيب العدو. العرب زمان كان ببالغ مبالغة شديدة في تعديله وفي صناعته، مبالغة شديدة زائدة. ليه؟ عشان يصيب صحيح، فالشاهد كان يبالغوا فيه في إقامته، في إنه يعدلوا كان يبالغوا، وبيأخذوا وقت طويل، يأخذوا وقت طويل. والقدح في الرواية الأولى خشب يجعل بشكل معين ويفعل فيه الأزلام، استقسم فيه بالأزلام، فكانوا برضو ببالغوا في تقويمه مبالغة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حيجي أقوام يبالغوا في تقويم القرآن كما يقام أو يقوم السهم والقدح. العلماء قالوا دي المبالغة في إخراج المخارج، مبالغة. ليه؟ قالوا لأنه النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في هذا الحديث،
وكذلك كانت قراءته عليه الصلاة والسلام بغير تكلف، وكذا الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة قراءة كان بغير تكلف، ما فيها تكلف، صح قراءة صحيحة وبالتجويد الصحيح لكن بغير تكلف. والآن التكلف موجود، موجود في جماعة معروفين في بلدان معروفة يتكلفوا في هذه الأشياء، واوي يعني عشان يقف في الآية ممكن يقف في الآية 5 دقائق. فالعلماء قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الواحدة أحيانا يقرأ الفاتحة والبقرة كاملة والنساء كاملة وآل عمران كاملة، فلو كان يتكلف لما استطاع أن يكمل ذلك. وثبت عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قرأ القرآن كاملا من بدايته إلى خاتمته في ركعة واحدة. فلو كان بيتكلف زي ذيل ويجيب عند قوق كذا ما كان شنو أكمله في ركعة واحدة. طيب، ثانيا من البدع والمحرمات في التلاوة الأكل بالقرآن وطلب الدنيا به. في ناس بيتأكلوا به، واحد يحفظ القرآن عشان يبقى به شحات، والشحذة بالقرآن ذاته على مستويات، واحد مسكين ضعيف بيشحت، في واحدين جواكيم كبار فاتحين خلاوي، مش أي زول فاتح خطوة خلوة كعبلان، احنا ما قلنا كده، لكن في واحدين كعبين مجرمين مجارمة كبار، يفتح خلوة يجيب له 10 شوفة يقدعهم يأكلهم كسرة ناشفة وجبة واحدة في اليوم، وهو يضرب أشياء ذاتها غريبة جدا، وكل القروش والدعومات اللي بيجيهم بيحولها في كرشته. حاصل ولا ما حاصل؟ حاصل. طيب، فعن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال، سأل قال دمنه أو الحاصل شنو وره، فاسترجع قال إنا لله، قال بقرأ قرآن سمعوا قال إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. أنا ما يزال بقرأ قرآن ما يجي صح، لأنه صحابي الجليل عمران بن حصين سمع ده بيقرأ وسأل عنه وقال إنا لله وإنا إليه، مصيبة، مش القرآن مصيبة، قراءة الزول ده مصيبة. ليه؟ لأنه عنده غرض. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. فده كان بيقرأ قرآن عشان يشحت به. فطوالي عمران بن حصين استرجع إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه مصيبة كبيرة. وذكر الحديث الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل الله به، يعني شنو؟ قالوا يعني انتهيت من قراءة القرآن، فتقول اللهم أسألك بقراءة هذا القرآن أن تشفيني أو أن ترحمني أو أن تغفر لي، ده معنى أول. تتوسل كعمل شنو يا جماعة؟ عمل صالح. وقيل غير ذلك، يعني غير هذا المعنى، ذكروا معنى آخر نسيته الآن. قال فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. الآن القرآن الناس بيشحدوا به، كونك تفتح خلوة ده مشروع مربح بالمناسبة، مربح، ممكن تركب أفخم العربات كما هو حاصل من مشايخ الطرق وعباد القبور الآن، وممكن تسكن به أفخم المساكن والفلل والعمارات كما هو حاصل من مشايخ الطرق وعباد القبور ودعاة الشرك في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين في هذا الزمان، والله المستعان. وذي مصيبة تنبأ بها النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. فالغرض ما كان يا جماعة دخول الجنة، إنما الغرض الدنيا وجمع المال. ومر معنا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. معنى يتعجلونه أي يقرؤون القرآن ويحفظونه، ولكن يتعجلون ثوابه في الدنيا،
دارين بقروش وسمعة قالوا ورياء. فلان ده والله صوته سمح قال بيصلي ركعتين بأربعة مليون في التهجد في رمضان بيلحقها هنا وبيمشي هناك مسجد ثاني بيلحق ركعتين بعربيته تبقى أربع ركعات بثمانية مليون ويلحق ثاني بالمسجد الثالث 12 مليون. يا جماعة هذا دين؟ قال سيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح يتشددوا فيه في التلاوة في المخارج يتعجلونه ولا يتأجلونه يتعجلون ثوابه في الدنيا بطلب المال والرياء والسمعة ولا يتأجلونه أي ولا يريدون ثوابه في الآخرة ولا يريدون به الثواب والحسنات والأجور عند الله سبحانه وتعالى. طيب ثالثا من البدع ومن الأخطاء في القرآن في تلاوة القرآن القراءة بالألحان الزائدة على المطلوب الشرعي والأمر المشروع. لأن يا جماعة أصلا القراءة بالألحان اختلفوا فيها السلف الصالح فأجازها أبو حنيفة وأصحابه وحرمها الإمام مالك وحرمها الإمام أحمد وللشافعي فيها قولان عليهم رحمة الله جميعا قول بتحريمها وكراهتها ومنعها وقول بإباحتها ولا تناقض في قولي الشافعي لأن أصحابه فسروا هذين القولين وقالوا إنه إنما حرمها وكرهها إذا خرجت عن الحد الشرعي فمد ما ليس بممدود أو أدغم ما ليس بمدغم أو حول الحركة كتحويله للفتحة ألفا أو للضمة واوا أو للكسرة ياء أو زيادته في كتاب الله عز وجل حروفا في ترنمه ولحنه. تلقى ناس يقولوا وووووون دي كم واو أو واوات كثيرة هي واو واحدة فكونك تعمل وووو دي واوات كثيرة وكذلك دي آآت كثيرة فكل هذا باطل ولا يجوز. وأباحها الشافعي إذا لم تخرج عن الحد الشرعي كانت تحسينا للصوت وتغنيا به لقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغنى بالقرآن والتغني المقصود هو تحسين الصوت وتحزينه. لذلك أبو موسى الأشعري لذلك أبو موسى هو الأشعري مر به النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ وكان قد أوتي مزمارا من مزامير آل داود وآل داود هو داود نفسه ويطلق آل الرجل عليه ومزمار من مزامير آل داود يعني شبه جمال صوته بالمزمار وليس بالحديث دليلا على جواز المزامير وإنما قصد التشبيه والتشبيه إذا كان بأمر منكر أو محرم قد يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام شبه عبد العزى بن قطن بالمسيح الدجال وهو صحابي جليل قال أيضرني شبهه يا رسول الله قال لا يضرني لكن قال يشبه هذا يشبه المسيح الدجال لكن ما يضر فهنا شبه جمال صوته بالمزمار أو بصوت المزمار رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال أبو موسى لو علمت أنك تسمع لقراءتي يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا ومعنى التحبير أي التحزين والتحسين فجمال الصوت في القرآن هو القراءة الحزينة المحسنة التي تدل على خشوع قارئها وخشوع التالي والقارئ وخوفه من الله سبحانه وتعالى وخشيته يعني نحن نعرف إن فلان ده صوته جميل في القرآن ولا ما جميل وده أجمل ولا ده أجمل كيف النبي عليه الصلاة والسلام خدت لنا ضابط شرعي يعني الحكاية ما هو تقول فلان ده والله أنا لما اتوطعت وصلى لا ده ما هو الحكاية النبي صلى الله عليه وسلم وضع عليها شرط وضع عليها ضابط عفوا
حديث صحيح صح ولا البان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. ده هو حسن الصوت والتغني بالقرآن والتحبير كله. بس هنا اللي بتسمعه يقرأ قرآن طوالي تحسب بقرايته دي تحسب إنه بيخشى الله عز وجل، ده حسن الصوت المقصود، دي خلاصة هذا الأمر. لذلك قول أبي موسى رضي الله عنه: لحبرته لك تحبيرا، لحزنته لك تحزينا، وحسنته لك تحسينا. طيب، ده كتاب الحوادث والبدع لأبي بكر الطرطوشي، وهو من أعظم الكتب في البدع والحوادث على صغر حجمه. اخترت لكم فصل صغير، أنا حقرأ سريع لأنه الكلام ده الآن بطابق الواقع بتاعنا وبنحتاج له جدا، وبلخص لنا المسائل دي كلها في أحكام التلاوة وسننها وبدعها. قال في الباب الرابع: في نقل غرائب البدع وإنكار العلماء لها. قال دي بدع، لكن بدع ذاته غريبة وعجيبة ذاته. فمن ذلك البدع المحدثة في الكتاب العزيز، هي بدع لكن قال دي بدع غريبة، كون دول يبتدع في القرآن في كلام الله دي مشكلة. طيب، قال: الألحان والتطريب. الألحان وشنو؟ والتطريب. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، يعني فصله تفصيلا، وبينه تبيينا، وترسل فيه ترسيلا، ولا تعجل في قراءته، يعني تقرأ بتمهل وقراءتك للقرآن تكون مبينة ومفسرة للقرآن. ورتل القرآن ترتيلا، وتكون حزينة وتكون خاشع لله عز وجل وخائف منه. قال مالك: ولا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن. يوم اتصلت بواحد إمام حفظ القرآن، قلت له: عندنا مسجد كذي، تعال صلي بين التهجد. قال لي: هذا يرينا قراية حجازية ولا قراية كردفانية؟ والله يا ما يا شو الناس اللي بيلعبوا بالقرآن كيف؟ ده كله عشان القروش، ده كله عشان شنو؟ القروش. قسموا القرآن قراية حجازية وقراية كردفانية وقراية ما بعرفه، ده بقى عجيب جدا. طيب، قال الإمام مالك: ولا تعجبني القراءة بالألحان، ولا أحبها في رمضان ولا في غيره، لأنه يشبه الغناء ويضحك بالقرآن، ويقال فلان أقرأ من فلان. وبلغني، ده الإمام مالك قال كذا، أن الجوارية الفتيات يعلمن ذلك كما يعلمن الغناء. وده أنا شفته في اليوتيوب، إمام عالم، مقالة منتشرة في العالم في إحدى الدول العربية، هو ماسك مسجد ضخم جدا جدا، ضخم ضخم لأبعد ما تصور، وفاره لأبعد ما تصور، وإمام مشهور، شفته بعيني دي بيحسن صوته كيف؟ بيشيل الآيات من القرآن، بيمشي للبتاع الأورجن العازف، والله يجد، بيجيبوا الأورجن، عندهم أجهزة معينة موصلة في الأورجن، ومايك فيه حاجة كده، ده بيقرأ القرآن، بيقرأ كلمة كلمة، الرحمن، ده بيعمل بل 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 بالأورجن بنفس الصوت، يقول لا لا تعال الأورجن، يقول لا لا ميطة شوية، هنا أطلع فوق، هنا أنزل تحت بالصوت، بنفس الأورجن. وشوف ده من زمان الإمام مالك الكلام ده موجود، بس هسه طوروه بالأورجن. ويجي بعد ذاك راجع المسجد يكون حفظ شنو يا جماعة؟ حفظ الألحان والطريقة والترنم بتاع الأورجن، يطبقه في القرآن، مش بيجيب معه أورجن الجامع، لا هو مسويها بهناك بالدس، وبيجي راجع الجامع أثناء قرايته بيطبق اللحن ده اللي عملوه بالآلة العزف والموسيقى الأورجن في كلام الله عز وجل. فقال الإمام مالك: وبلغني أن الجواري يعلمن ذلك كما يعلمن الغناء، أترى هذا من القراءة التي كان يقرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هل دي قراية الرسول؟ صحابي قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب أو العشاء فقرأ لنا بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه قط عليه الصلاة والسلام، وكان يخشع ويبكي ويبكي حينما يتلو القرآن. فلما قرأ عليه ابن مسعود كلام الله عز وجل من سورة النساء قال قال لي حسبك، فنظرت إلى عينيه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. وصح أنه صلى الله عليه وسلم قرأ آيات في صلاته فبكى حتى سمعوا بكاءه يخرج من صدره صلى الله عليه وسلم. بخافوا الله، مش تقرأ عشان يدوك حاجة. الدنيا دي جاياك أنت ما تستعجل، الكاتب لك الله بي، لكن ما تجعل القرآن يعني تمطط في كلام الله عز وجل وتزيد الحروف مما ليس في كتاب الله تبارك وتعالى من أجل التكسب. طيب، وكذا سعيد بن المسيب نهى عمر بن عبد العزيز وقد سمعه يطرب فأرسل إليه سعيد فنهاه عن التطريب فانتهى. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون القراءة بتطريب، وكانوا إذا قرأوا القرآن قرأوه حدرا مرسلا بحزن. السلف كانت قراءتهم فيها شنو يا جماعة؟ حزن، وده المقصود. وقال عبد الله بن عمرو يقال للقارئ يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. عشان كده في الدنيا صلح قرايتك كما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وقال حذيفة إذا قرأتم القرآن فاقرؤوه بحزن. هكذا كان يقرأ أيضا سالم مولى أبي حذيفة لما مر النبي عليه الصلاة والسلام به فسمعه يقرأ، كان صوته جميل جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. وأقرأ الأمة على الإطلاق إلى يوم القيامة بعد النبي عليه الصلاة والسلام هو أبي بن كعب. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق، وأشدهم في أمر الله عمر، وأقضاهم علي، وأقرأهم لكتاب الله عز وجل أبي بن كعب رضي الله عنهم أجمعين. وقال حذيفة إذا قرأتم القرآن فاقرؤوه بحزن ولا تجفوا عنه وتعاهدوه ورتلوه ترتيلا. وقال محمد بن سيرين أصوات القرآن محدثة، الترنم ذكرناه والخارج عن حدود الشرع. وقال كعب ليقرأن القرآن أقوام هم أحسن أصواتا فيه من العزافات بعزفهن. أحسن، قال في جماعة بيجوا في آخر الزمن أصواتهم أجمل من النسوان اللي بغنن ذاته، ومن حداة الإبل لإبلهم برضو صوتهم أحسن من ذيل. لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. بعد ده كله قال ربنا ما ينظر لهم يوم القيامة. وقريب من هذا المعنى ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الخوارج والتكفيرين الذين يكفرون المسلمين ويفجرون المسلمين في البلاد الإسلامية ويخرجون على الحكام المسلمين ويفعلون التظاهرات ويفعلون الفتن والمشاكل. ديل النبي عليه الصلاة والسلام قال يقرؤون القرآن رطبا. رطبا قال النووي أي كما أنزله الله. بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ما عندهم علاقة بالدين ذاته. وفي رواية قال يأتي أقوام ذلقة ألسنتهم بالقرآن، لسان زلق يعني لسان ماشي مع القرآن سهل جدا جدا. بعد قال لا يجاوز حناجرهم، لا لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم. طيب، وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف على أمته قوما يتخذون القرآن مزامير، يقدمون الرجل يأمهم ليس بأفقههم إلا ليغنيهم.
شفت برضو مقطع بتاع فيديو هنا في البلد، الجماعة اللي بيقروا قراية ممططة وخطأ، واحد واقف وراه في الصلاة داك بالطوطة عديد والله بالطوطة حبيبي، مش كده بيجي كده، بعد شيء بيعمل يده كده، بينزل يده كده، حاجة غريبة جدا. طيب، وقال سلمان رضي الله عنه: خطبنا علي يوما فذكر خطبة له طويلة، وذكر فيها فتنة قربها، وقال فيها يعني قريبة وكده، قال فيها: تضيع حقوق الرحمن ويتغنى بالقرآن ذو الطرب والألحان، فأما أصحاب الألحان فإنما حدثوا في القرن الرابع. أصلا البدع في القرآن دي وهذا التمطيط الزائد على كلام الله عز وجل حدث في القرن الرابع، يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وجمع الصحابة ما كان فيه ولا كان بيخلوهم، جمع كبير من الصحابة، منهم محمد بن سعد صاحب الألحان، إلى الناس جابوا هذه البدع، والكرماني والهيثم وأبان، فكانوا مهجورين عند العلماء، ديل ما كان بيسلموا عليهم ذاته، مع أنهم حفظوا لكتاب الله، لكن لما أحدثوا هذه البدع في القراءة وفي التلاوة، فنقلوا القراءة إلى أوضاع لحون الأغاني، القرآن بدل ما كان تتذكر به الدار الآخرة نقلوا له شنو؟ الآن في واحدين بيقروا أنت بتكون متكيف، لكن ما بتتذكر به الجنة ولا النار ولا بتخاف به من ربنا، بس تكون مبسوط بس. في كلام زي ده حاصل. طيب، ده القوي يمطط يعلي صوته، فجأة يوطي، فجأة يسكت، فجأة ينط فوق وتلاقيه يتوطح في الصلاة، كله ما صحيح. طيب، قال: فمدوا المقصور، ده الألحان المقصودة المنهية عرفها لك الآن، مدوا شنو؟ المقصور الما ممدود، مدوه، وقصروا الممدود، والممدود من كلام الله قصروا بقوا ما ممدود، وحركوا الساكن، وسكنوا المتحرك، وزادوا في الحرف ونقصوا منه، وجزموا المتحرك، وحركوا المجزوم لاستبقاء نغمات الأغاني المطربة. الهدف كله إنه الناس تتوطح وتنبسط وجيبه يتملي، لكن الهدف ليس خشية الله سبحانه وتعالى، وليس الثواب والجنة والأجور. ثم اشتقوا لها أسماء فقالوا شذر، يعني التلاوات ذاتها قسموها، واحد يسمها شذر، واحد يسمها نبر، واحد يسمها تفريق، واحد يسمها تعليق، واحد يسمها وهز، واحد يسمها وخز، وزمر، وزجر، وحذف، وتشريق، وإزجاح، وصياح. ثم يقولون: مخرج هذا الحرف من الأنف، وهذا من الرأس، وهذا من الصدر، وهذا من الشدق، فما خرج من القحف فهو صياح، وما خرج من الجبهة فهو زجر، وما زجر أو زجر، وما خرج من اللهوات فهو نبر أو نبر، وما خرج من الأنف فهو زمر، وما خرج من الحلق فهو خرير وشذر، وما خرج من الصدر فهو هرير. وسموها جميعا لحونا. يوم أنا صليت بجماعة في جامع، كلام ده قبل 11 سنة، والمهم إلى ما وفقني الله عز وجل، بحسب ما وفقني الله، بقرأ قراءة صحيحة إلى الحد الذي وفقني الله عز وجل له، ورأي واحد من هؤلاء مثلا أنا بقرأ: والشمس إذا الشمس كورت، والشمس وضحاها، أو أي واحد من هذه الصور، يقول لي شش شش والله العظيم زي ده بس، إن الإنسان الذي خسر خسر، يقول لي شش، واقف وراي لحد يطردونه من الجامعة أنا هو ذاته. فيا جماعة ده ما ممكن يكون كلام لذا أصلا، لا يمكن أبدا، وده من التشدد العجيب جدا. والعصر يقول لي شش شش ما طيب. ثم جعلوا لكل لحن منها اسما مخترعا، فقالوا: اللحن الصقلبي، والمهم كلام كثير. ومن ألحان في القرآن: البيزنطي والرومي والحساني والمكي والإسكندراني والمصري والكازندي والراعي والديباجي والياقوتي والعروسي والزرجوان والموجي والمجوسي والزنجي والمنمنم والسندي وغيرها، كرهنا ذكر التطويل بها.
قال فهذه أسماء ابتدعوها في كتاب الله ما أنزل الله بها من سلطان. وقرأ رجل، شوف السلف كان بيقروا كيف بعد ده يوريك. قال بهز بن حكيم صليت خلف زرارة ابن أوفى فقرأ فإذا نقر في الناقور من المدثر فخر ميتا. سلف كان بيقروا القرآن يخافوا من ربنا، منهم واحدين بيقعوا ميتين عديد، وده اللي بيقروا القرآن عشان التوطع. طب لا يمكن. وقال الربيع أبو الربيع إدريس الخولاني كان أبو بكر البصري قد أوتي الحزن وحسن الصوت، وحسن الصوت وقراءته تقع على القلب من فضله، كان ذو صالح هو في نفسه. وكان يأتي إلى الليث بن سعد فيقرأ عنده ويبكي الليث وأصحابه، ويقول الليث لقد جعل الله لقراءته سلطانا على الأعين. يقرأ طوالي تبكي، قراءة من إنسان مخلص خاشع يخاف الله عز وجل. شكينا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. وقرأ رجل عند عمر بن الخطاب إذا الشمس كورت حتى إذا بلغ علمت نفس ما أحضرت، قال عمر لهذا جرى الحديث، وإنما كان همه في معنى الآية لا في ترجيع ونغمة. وده الحاصل الليلة، وإن كان أثر عمر ده ضعيف ضعفه العلامة أحمد شاكر، لكن علق الطرطوشي قال وإنما كان همه في معنى الآية. السلف كان بيبكوا من معنى الآية، والآن أغلب الناس إلا من رحم بيبكوا من اللحن بتاع الإمام، وأكثرهم لبكاء الإمام. لاحظ الكلام ده أنت، ما يبكي إلا إذا شاف الإمام يبكي. الإمام إذا بكى الجامع كله يبكوا في شنو؟ قرأ تزور الله أعلم، بس هو بكى. ده ما هو البكاء المطلوب، ما تبكي لأنه بكى. زي المرأة راجلة ما دي بتبكي، يجي ويجي بتاع الجيران يقولوا لو ما بكينا معاه بتلومنا، يضحكن ويجكن في اللبان لحد ما يخشوا البيت، يدخلوا الأوضة يلقوا مرة المتوفي المتوفى قاعدة أوه يبكوا خلاص. نفس الموضوع. لا، السلف والصحابة كان بيبكوا لمعنى الآية. الحاصل شنو؟ القرآن ده بيخاطبك أنت في شنو؟ كلام عن الجنة، كلام عن النار، عن عذاب الله عز وجل، عن رحمته، تبكي. لكن ما تبكي لأن الإمام بكى، وفي واحدين بيذكروا حاجات، يجي بالصلاة يتذكر أشياء يقوم يبكي، يعيط، مرق برا. ما بنقول صلاته باطلة، لكن الآن في اللحظة دي ده عقله برا خالص. طيب، قال وإنما كان همه في معنى الآية لا في ترجيع ونغمة. وروى مالك قال قيل لزيد بن ثابت كيف ترى في قراءة القرآن في سبع، في سبع ليالي يختموا؟ قال حسن، ولئن أقرأه في نصف شهر أو عشرين أحب إلي، وسلني لما ذلك. وريني لو إنه أنا بفضل إنه أقرأ في أيام طويلة أختم وما في أيام قصيرة. قال لا أسألني ليه؟ قال فإني أسألك. قال لكي أتدبره وأقف عليه. شوف شوف الصحابة كانوا كيف، والليلة الحاصلة. وقال نافع ابن أبي نعيم سمعت عبد الله ابن هرمز يسأل عن النبر في القراءة فقال إن كانت العرب تنبر فإن القرآن أحق أن ينبر. لكن أصلا ما في في كلام العرب هذا النبر، يعني معنى كلامه كده. وقال محمد بن جعفر ابن جعفر نهيت عن نبر القرآن في النوم. قال حلمت في النوم إنه أنا من في نهي إنه ما أنبر، يعني الألحان الممططة زي ما هو حاصل الليلة. ومعنى هذا أن يمطط الحروف ويفرط في المد، ده المنهي يا جماعة. لكن إنسان صوته جميل وخاشع ده رغب فيه الشرع. وقال زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. صحيح، لكن أنا أتكلم عن الشيء الزايد على الحد المشروع. قال ومعنى هذا أن يمطط الحروف ويفرط في المد ويشبع الحركات حتى تصير حروفا، فإنه متى أشبع حركة الفتح صارت ألفا، وإن أشبع حركة الضم صارت واوا، وإن أشبع حركة الكسر صارت ياء،
وأعظم من هذا أن الحرف الذي فيه واو واحدة تصير واوات واوات كثيرة، صح؟ تلقى يعمل كذا، دي واوات كثيرة زاد من راسه، وهذا تحريف لكلام الله سبحانه وتعالى. ويكون في الحروف ألف واحدة فيجعلونه ألفات كثيرة، كثيرة. وكذلك كل حرف من الآية يزيد فيه من الحروف بحسب ما تحتاج إليه نغمته ولحنه، حسب النغمة بتاعته أو الزول اللي بيقلده أو اللحن، فيزيل الحرف عن معناه، فتلحق الحروف الزيادة والنقصان على حسب النغمات والألحان، فلا تخلو من زيادة أو نقصان، وهذا أمر ليس في كلام العرب، يعني لا في القرآن ولا في كلام العرب، ولا يعرفه الفصحاء والشعراء. وده كلام جميل جدا الناس حقه ترجع عليه. وقال القاضي أبو وليد: ومعنى هذا أنه يستحب لكل إنسان ملازمة ما يوافق طبعه ويخف عليه، فربما تكلف ما يخالف طبعه ويشق عليه فيقطعه ذلك عن القراءة والإكثار منها. يعني إذا تبقي صوتك حسن، لأن السنة رغبت في أنك تحسن صوتك بالقرآن، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. طيب كيف؟ اختار الشيء اللي بيوافق طبيعتك انت. وهنا فيه كراهة التقليد للقراء، وإن كان علماءنا المعاصرين اختلفوا في التقليد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال: يجوز للقارئ أن يقلد قارئاً آخر، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون المقلد اللي بيتقلد ده حسن التلاوة، حسن الأداء، يكون صوته جميل بالضوابط الشرعية ذكرناها، ويكون حسن الأداء، يعني بيقرأ قراءة يا جماعة صحيحة على السنة الصحيحة. الشيخ مقبل رحمه الله قال: أرى أن لا يقلد، قال: لكن ما أقدر أقول حرام، قال: لأن الذي يقلد يكون همه أثناء ما يتلو أن يجيد صوت فلان الذي يقلده، ولا يكون همه التدبر في كلام الله عز وجل الذي من أجله أنزله. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. ولا شك إنه كلام الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعني أقرب وأحوط. ليه؟ لأن الإنسان يكون همه يتدبر ويفهم كلام الله سبحانه وتعالى، ما يكون همه يجود صوت فلان. طيب، والألباني يمنعه أيضا، والشيخ الفوزان يقول: التقليد على نوعين، تقليد في جودة التلاوة يعني في التجويد يعني والقراءة والنطق الصحيح، قال: فهذا محمود ومطلوب شرعا. وتقليد في الأصوات وتمطيط، قال: حتى يؤخر المصلين من ورائه ويرجع ويعيد ويذهب ثم يعود، قال: فهذا منهي عنه. كذلك من البدع في التلاوة الاقتصار على حفظ الحروف دون التفقه والعمل به، وهذه أعظم بدعة أو من أعظم البدع، إن الإنسان بس يقتصر إنه يحفظ القرآن لكن ما يفهمه أبداً ولا يعمل به، ورب حامل للقرآن والقرآن يلعنه. وروى الإمام مالك في موطئه أن ابن عمر مكث في حفظ سورة البقرة 8 سنين يتعلمها ويحفظها. عبد الله بن عمر بن الخطاب 8 سنوات، ما غالبهم يحفظوا بالمناسبة في يوم أو يومين السورة كاملة، لأنه بلغتهم أنزل وفاهمينه ومطبقينه في نفسهم، لكن كانوا لا يتجاوزون كما قال ابن مسعود 10 آيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتعلموها ويحفظوها ويفهموها ويطبقوها، وينطلق إلى أهليهم فيدعوهم إليها، فيدعونهم إليها، ثم يأخذ 10
الأواخر ثم التي بعدها ثم التي بعدها، فكانوا يروا الحفظ والعمل والفهم والتطبيق، ما كانوا يستعجلوا. تفضل. ومن البدع أيضا في التلاوة أو في القرآن البدع المتعلقة بمعاملة هذا الكتاب العظيم، شرب القرآن أو ما يسمى عندنا في السودان بالمحايات، المحاية، هذه بدعة، وقد تكون شركا بالله أكبر إذا كان مكتوبا عليها طلاسم واستغاثات بغير الله عز وجل من الشيوخ ومن الشياطين، فهذا في هذه الحال يكون شركا بالله سبحانه وتعالى. فشرب القرآن أو ما يسمى عندنا بالمحاية وأعنيها تحديدا، هذه من البدع، وقد تكون شركا إذا كان فيها شرك. وهم عندهم هنا شبهتين، الشبهة الأولى في تجويز المحاية، قالوا في تفسير ابن كثير في سورة النحل فيه شفاء للناس، تفسير هذه الجملة من الآية، ابن كثير أورد أثر عن علي بن أبي طالب أنه قال يكتب في صحن آية من كتاب الله ويوضع فيه عسل النحل وماء السماء ودينار أو درهم من زوجته يأخذ منها بطيب نفس ويجعل كله في الصحن ويلخبط بالمويه مويه المطر ويشرب وقال فيشفى الإنسان. الأثر غير صحيح، ضعف العلامة أحمد محمد شاكر في تحقيقه لابن كثير. شبهة ثانية قالوا طيب بعض علماءكم جوزوا إنه ممكن ترغي في موية أو موية سدر وتستحم به وتشرب منها، صحيح؟ بالذات للإنسان المسحور ومربوط من زوجته أو كذا، نقول دي ما بدعة ودي تختلف من المحاية. المحاية كتابة آيات بالحبر أو بشيء معين ويغسلوه يشربوه، لكن ذاك قراءة بسدر في ماء، هذه وردت عن السلف الصالح ولا يمكن، وهذه والحالة هذه يعني إنه وردت عن السلف نقول شنو؟ بدعة. أما المحاية ما وردت عن السلف، وأما ما ذكر عن علي بن أبي طالب فيما نقل ابن كثير فهو ضعيف، ضعفه أحمد شاكر رحمه الله تعالى. من البدع أيضا المتعلقة بالقرآن تعليقه أو ما يسمى عندنا بالحجبات، حجاب، تميمة، في الشريعة يسمى تميمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال من علق تميمة فقد أشرك، دي إذا كانت من غير القرآن فهي شرك وكفر. أما إذا كان المعلق قرآن فقط، وده نحن ما لقيناه لحد الليلة ما شفناه، لكن إذا كان المعلق ده قرآن فقط ما شرك ولا كفر، ما بنقول شرك، وإنما هذا شنو يا جماعة؟ بدعة. مش القرآن البدعة، لا، تعليقه هو البدعة، تعليقه هو البدعة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأتي في كتاب الله الأمر بذلك ولا إباحته، ولم يأتي عن أحد من الصحابة بإسناد صحيح. أما ما ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص فهو شنو؟ ضعيف غير صحيح، ولذلك هو بدعة. وفيه امتهان للقرآن واستخفاف بالقرآن، زول يعلق القرآن يخش بالحمام يجوز؟ ما يجوز. زول يعلق القرآن جسمه يعرق في القرآن والعفن يجي في القرآن، هل يجوز؟ عفن الجلد والجسم ما يجوز. ففيه استهانة وامتهان لكلام الله عز وجل، وأيضا هو باب للذرائع، وقد جاءت الشريعة لسد الذرائع. من الأحكام وليس البدع، من الأحكام يعني نشوف حكمها يجوز أو لا يجوز في القرآن وتلاوته، الحركة والهز أثناء التلاوة. بتلاحظوا الكلام ده؟ زولو بيراجع في القرآن أو بيتلو تلقاه شنو؟ بيقرأ يعمل كده أو يعمل كده أو العكس. هل يجوز تجوز الحركة دي ولا ما تجوز؟
الإمام البغوي رحمه الله نقل عن السلف الصالح أنها لا تجوز وأنها من فعل اليهود، وقد أمرنا بمخالفة اليهود. وكذا العلامة الفوزان أيضا منعها وحرمها. أما ابن عثيمين رحمه الله تعالى، العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال هي على نوعين: إذا فعلها تعبدا فهذا هو الحرام، يعني إذا اعتقد أن الهزة دي مع التلاوة دي ذات فيها أجر أو عبادة ذات، زي ما بيقولوا الآن أصحاب الطرق وعباد القبور بيظنوا كده، بيظنوا أن الحركة دي بيها عبادة، وبيظنوا النار المولعة على القرآن ذاته نار عظيمة تقاوى ويسموها شنو بعرفه، وده فيه شبه بالمجوس والعياذ بالله. طيب تشبه بالمجوس والعياذ بالله في بعض شأنهم. فقال إذا الشيخ الفوزان حفظه الله قال إذا عثيمين قال إذا فعلها تعبدا فهو شنو حرام، قال أما إذا ما قصد العبادة بها قال فهي جائزة والأولى تركها لأن من فعل اليهود. طيب الحلقات الجماعية في المساجد للتلاوة بعد الصبح، هذا بيعملوا حلقة واحدين بعد المغرب واحدين بعد العصر إلى آخره، ده بيقرأ صفحة ده صفحة ده صفحة تاني ترجع مش كده. الشيخ العثيمين يقول تجوز رحمه الله تعالى، قال لأنه القصد ينشط بعض، ده كلام، لكن الأولى والله أعلم كما قال بعض علمائنا أن تكون بغرض التدريس والتعليم، تكون بغرض شنو التدريس والتعليم. أما التلاوة الجماعية بصوت واحد ودي موجودة في بعض البلدان، أنا شفتها في خارج السودان بعض البلدان العربية الإسلامية في المساجد بيقروا عندهم شيء معين من القرآن بيقروا بصوت واحد، الجامع كله بصوت واحد حرف حرف، هذه بدعة ولا تجوز. طيب حكم التلاوة للجنب والحائض والنفساء والمحدث حدثا أصغر، بالنسبة لهؤلاء الجنب والحائض والنفساء وغير المتوضي برضو لا يجوز لهم أن يمسوا المصحف، لا يجوز لهم أن يمسوا شنو يا جماعة المصحف، للحديث الصحيح الذي صححه الألباني في السلسلة وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه ألا يمس القرآن إلا طاهر، القرآن هنا عن المصحف، ما يجوز الإنسان يمس المصحف إلا وجنا جماعة طاهر، ده إذا كان مصحف كامل أو أجزاء من المصحف ذاته أو ورقة فيها قرآن استقلالا، قرآن كامل الورقة كلها قرآن. أما إذا كان تفسير كتاب فيه قرآن وفيه تفسير فيه شرح أو ورقة فيها جزء قرآن وجزء حديث، فدي يجوز أن يمسكها الإنسان إذا كانت ورقة فيها قرآن وفيها حديث أو كلام ولو كان كافرا إذا قصدت هدايته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى هرقل عظيم الروم فقال له السلام على من اتبع، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم، وثم ذكر الآية يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، فكان في آية لكن ما مستقلة، يعني ما الورقة بس في آية، بس في آية وفيها شنو رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام بقصد إسلامي وهدايتي، دي للكافر ذات الجزء إنه يمسكه ويقرأه، لكن المصحف ما يجوز للكافر يمسكه، أو ورقة فيها قرآن بس ما يجوز للكافر يمسكه، ولا للجنب ولا للحائض ولا للنفساء ولا لغير المتوضئ. أما القراءة من الحفظ من الرأس اختلفوا فيها علماءنا، الشيخ بن باز رجح قال الصحيح من الأقوال كلها
إنه الحائض ممكن تقرأ من حفظها، لأنه فترة الحيض بالطول، ولأن الحيض ليس بيدها، وكذا النفساء نفس الحكم. أما الجنب ما يقرأ من رأسه، ليه؟ لأن الجنابة فعلها بيده في الغالب. وحتى لو لم يكن كذلك فإن إزالتها تكون في الحال، ممكن يخش يغتسل، صحيح ولا ما صحيح؟ وكذا غير المتوضئ، المحدث حدث أصغر ممكن يقرأ من رأسه لكن ما يمسك شنو المصحف حتى يتوضأ. وهو قول الصحابة، قول ابن عمر وسعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي، ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل. زي ما مر معانا هنا الأثر على الصحابي الجليل، إنه التدبر هو الأولى، يعني ما تستعجل إنك تخدم. وكذا قال عبد الله بن مسعود، قال: ولا يكن هم أحدكم آخر الصورة. يعني الإنسان ما يكون يقرأ يقرأ داري مش بس قدام يحصل ينتهي، لا، أنت أقرأ عشان تفهم. ولهذا صح أن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة عنه رضي الله عنها قام ليلة كاملة بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، يكررها لحد الصباح، آية واحدة بس. فالقصد التدبر يا جماعة، والفهم والعمل والدعوة. نعم نعم. والله أنا حكم الزلابية ما أعرف، لكن الله أعلم. لكن الشيخ العثيمين قال إذا كان كل زول يقرأ جزء 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 قال لا بأس، لكن كمان يضاف إلى هذا القول أن يكون الغرض منها التعليم وتصحيح التلاوة وتفسير بعض الآيات منها وكذا، والوقوف على الأحكام والتدبر يعني. لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أيوة، حفتهم الملائكة. أما التلاوة للميت، وده سؤال مهم جدا، وإهداء الثواب للميت اختلف فيه العلماء، بعضهم قال يصل إليه الثواب، وبعضهم قال لا يصل، وهذا هو الصحيح، هذا الصحيح، هذا هو الصحيح، ما يصل ثواب تلاوة القرآن للميت، لأن الله عز وجل قال: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. عملك انت، من عمل صالحا فلنفسه. التلاوة عمل صالح ولا ما صالح؟ صالح لنفسك انت بس، إلا لزول يقول ما صالح. عمل صالح ليك انت، ما لي غيرك، قريت المصحف كله الثواب جاي انت خلاص، إلا ما استثني من الحديث الذي ذكرناه هم القيامة. لكن الثواب الأصلي راجع ليك. أفضل شيء ينفع الميت يا جماعة، أفضل شيء ينفعه باتفاق العلماء الدعاء، تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عن سيئاته، إلى آخره من الأدعية تدعو له. أيوة، هذا برضو من البدع والأخطاء في التلاوة، إنه لما يصلوا النهاية أو يصلوا الضحى بعد كلنا الصورة يقولوا الله أكبر أو بنغمة معينة، ويمشوا الثانية، وإذا حصلوا الناس يرجعوا ثاني الفاتحة الخمسة أو آيات الأوائل من البقرة. ده جابوا من وين؟ إذا سألتهم هم ذاتهم عندكم دليل؟ بيقول لك ما في، بس بيشاكلوك لكن ما في دليل. فده ما صحيح. الدين يا جماعة كتاب وسنة. الدين ما أفتكر وأرى أو والله أمي كلمتني، ده ما دين. الدين ده ما جاء في الكتاب وما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الدين. نعم.
ده برضو من الأخطاء يا جماعة، إنه لما ندفن الميت يقرأ يقول لك أقرأ، واحد يجي يقول خلاص 11 يا مالك خلاص 11، ده باطل ما صحيح، أو ثلاثة أو الفاتحة أو غيره، ده كله ما صحيح. وعلى الناس أن يتركوا التشريع في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الإمام مالك رحمه الله فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. صلاة فضل لكم 3 دقائق. أيوة طيب. يقرأ بدون تجويد هل يرسم يعني زي المطالعة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، وعرفنا معنى الترتيل مش كده؟ فالإنسان يرتل ويحسن صوته ما استطاع، ويحسن القراية ذاتها ما يكون خطأ، يعني يقرأ قراية صحيحة وبعد ذاك يجمل صوته ويحزن الصوت، فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب خلاص. فلكن الإنسان بيقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران، ده الإنسان الما قادر وما لاقي زول يعلمه، لكن اللي زول يعلمه ما مشى ده مقصر. نعم. بغرض التعليم ما في شيء، الشيخ العثيمين قال ما في شيء. دي ما فيها أحاديث صحيحة، ما فيها دليل صحيح إنه سورة الواقعة تبقي غنيان وسورة كذا تفعل كذا، وياسين قلب القرآن ويقرأ على موتاكم ياسين، وذاك يقول لك مشيت كذا الإجراء المعين اتصعب قريت ياسين 18 مرة طوال الموظف جاء ختم لي ومشيت، ده كله ما صحيح. ولو ختم لك ما صحيح، ليس من الدين في شيء. ياسين سورة من القرآن، سورة عظيمة، البقرة من القرآن، الناس من الواقع كله من القرآن، لكن ربنا سبحانه وتعالى ولا النبي عليه الصلاة والسلام قال لي أن الصورة دي تقرأ تبقى غنيان ودي تقرأ ما بعرفه ترجيك من الفقر وكذا، ده ما صحيح. دي اختراعات وكتبوها ناس اخترعوها في كتب صغيرة بيبيعوها في السياحي لما تكون مسافر الولايات، يجي يبيع عليك يقول لك السبع آيات المنجيات مع الواقع لو قريتها تبقى غنيان، وهو مفلس ذاته اللي بيبيع. جزاكم الله خير، بارك الله.